السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا سكودا اوكتافيا 2007 A5 2007. ده الفريم ودي الايزو او الفيشة. ده جاك الاريال. ده الكمباس اللي كل مرة بنحكي عليه لو بيخلي الشاشة تتسيستم مع الكمبيوتر بتاع العربية. الكمبس ده مايك خارجي غير اللي في الشاشة. ده وصل الفيديو اوت والفيديو ان. تمام. الشاشة دي رامات 4 ومساحة 64. ده طبعا مكان خط شريحة للتليفون عشان لو هتركب خط داتا غير طبعا الواي فاي اللي في الشاشة. وده وسط الجي بي اس ووسط الكاميرا. دي الكاميرا فول اتش دي اهي كاميرا حصر. تمام. ده شكل العلبة ودي الشاشة بقى. الشاشة المحترمة رامات 4 ومساحة 64. فيها فانا من ورا ايه. فيها وسط الاوبتيكال اهي. تبريد المونيا زائد تبريد فانا او مروحة خلفية. تمام. ده ركبنا الكمباس اهو مع الايزو في الشاشة. ده شكل الواجهة. لازم بقى بنسيستم الكمباس مع كمبيوتر العربية. الشاشة ليها تحديث اهي اهو. بنحدث تحديث للسوفت وير غير البرامج. حدث كده. احنا مدخلنا الجيميل اهو. التحديث خلص كده. بنسيف التحديث. هنا بقى بنعرف الكمباس. بعد كده بنكتب الموديل واسم العربية ايه عشان ينزل لك اللوجو بتاعها اهو. بعد ما بتخلص بص بقى بنفتح الباب او نقفل اللي بيظهر على الشاشة. ده بعد ما بعد تظبيط الكمبس اهو. تقفل الباب التاني يقفل معاك. تفتح يظهر لك على الشاشة. تقفل يظهر لك على الشاشة. ده وضع العربية الاصلي على التابلو فبيظهر طبعا معاك على الشاشة. هنا بقى علامة البطارية والحرارة كل الكمبيوتر بالعربية على الشاشة. حتى عزيم الأمان الهاند بريك. ترفع الهاند بريك يظهر لك على الشاشة. تنزل يظهر لك على الشاشة برضه اهو. ترفع الهاند بريك يظهر لك اهو. يغير اللون اهو. يغير لك لون الشاشة. فرملت اليد اهي. تقفل تنزل تحت يرجع اخضر زي ما كان. طبعا زائد التكييف بيظهر برضك على الشاشة كده. احنا ركبنا الكاميرا. ركبنا الكاميرا خلفية. طبعا ممكن يبقى فيها هزة في الكاميرا. هنركب مكثف. ده شكل الكاميرا بعد التركيب. كاميرا ممتازة. طبعا الشاشة بتدعم ابل كاربلاي واندرويد اوتو زي ما انتم شايفين. الشاشة عالية وجودة عالية في اوكتافيا A5 2007. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع شاشة جديدة او ساوند جديد او تعديل جديد. مع تحيات حمادة دي جي.